المواجهة على الحدود السورية اللبنانية الإسرائيلية لا تزال تنتظر محطة فاصلة ما بين الرد من جانب حزب الله والقصف الإسرائيلي لنقاط تمركز قوات تابعة لإيران على الأراضي السورية في محافظة قنيطرة جنوبي البلاد على طول الشريط الفاصل الممتد من درعا جنوبا إلى جبل الشيخ شمالا، حيث قصف الجيش الإسرائيلي عدة نقاط في مناطق القحطانية والتلول الحمر بريف القنيطرة وتل الشحم بريف دمشق، وذلك ردا على رصد مجموعات مسلحة اقتربت من الخط الفاصل وسط الجولان في منطقة تل الفرس بهدف وضع عبوات ناسفة لدوريات إسرائيلية، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيعمل اللازم للدفاع عن نفسه في رسالة لحزب الله وإيران. لقد ضربنا الخلية والمرسلين وسنفعل كل شيء لحماية أنفسنا، وعلى حزب الله أخذ ذلك بعين الاعتبار. نحن لن نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة. الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة لتنفيذ عملية تخريبية على الجبهة السورية وتحركنا أمس، وسنضرب كل من يحاول أن يعتدي علينا، وهذا المبدأ لا يزال ساريا. سوريا من جهتها أدانت القصف الإسرائيلي لأراضيها مؤكدة تصدي الدفاعات الجوية السورية للهجوم وأن الخسائر اقتصرت على الماديات، متهمة إسرائيل بمحاولة جر المنطقة إلى المواجهة والحرب. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي الزميل أدهم حبيب الله من الحدود في الجولان. إذن أدهم، يعني أنت تتواجد في هذه المنطقة، هل يعني من تأهب حقيقي على أرض الواقع في صفوف الجيش الإسرائيلي؟ نعم بليغ، يعني بداية نحن نتحدث عن جبهتين، الحدود الشمالية مع لبنان وأيضا هنا مرتفعات الجولان. واضح أن ما يحدث في تلك الجبهتين، هناك من حاول ربط الأمور عندما تحدثوا على أن هذه الخلية التي وصلت إلى مرتفعات الجولان وحاولت زرع عبوات ناسفة هي تابعة لحزب الله، ولكن فيما بعد فندت هذه الروايات، وهناك من قال أن هذه الخلية لا تتبع لحزب الله إنما هي لربما خلية أخرى وضعت هذه العبوة. وبالطبع عندما نتحدث عن الجبهة الشمالية هناك حالة من التأهب، وهناك أيضا تحسب إسرائيل وترقب في حال أقدم حزب الله على أي رد على عقب العملية التي كانت مؤخرا على مطار دمشق. ولذلك يعني في تلك الجبهتين نشاهد أن هناك تعزيزات عسكرية من جهة. في الجبهة الشمالية يعني كما تعرفون وكما تحدثنا في السابق فإن الجيش الإسرائيلي متواجد هناك وأيضا الآليات العسكرية وتم إرسال رسائل، ولكن عندما نتحدث عن هضبة الجولان فنحن نتحدث عن التموضع الإيراني في سوريا، ولذلك الضربات التي كانت مؤخرا للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية حملت رسالة واحدة إلى دمشق، وهي أن السيادة الإسرائيلية والحدود الإسرائيلية لا يمكن اختراقها في هذه المرحلة. ولذلك قامت قوات الجيش الإسرائيلي وأيضا الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف متعددة داخل دمشق، وأيضا هناك من يتحدث على أن هذه الاستهداف وليس لأول مرة، يعني إسرائيل تخرج دائما في كل فترة وتستهدف العديد من المواقع العسكرية تحمل رسالة واحدة، وأيضا هذه الرسالة بعد الاتفاق الذي وقع بين طهران ودمشق، اتفاق الدفاع المشترك بين البلدين، إسرائيل قلقة من هذا الاتفاق علما أن إيران ستزود إسرائيل بمنظومات دفاعية جوية، ولذلك بالأمس الجيش السوري أعلن أنه استطاع التصدي لمثل هذه الصواريخ الإسرائيلية، ولذلك هناك خشية في إسرائيل. الاقتراب من الحدود بالنسبة لهم في مرتفعات الجولان وعلى طريق طول الشريط الحدودي هو خطر أمني بالنسبة لإسرائيل تحديدا في هذه الفترة وتحديدا في هذه المرحلة عندما نتحدث عن الخطر الإيراني. من جهة أخرى نتحدث عن الجبهة الشمالية، حزب الله وأيضا استهداف حزب الله لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي تحديدا في هذه الفترة، ولذلك على طول الحدود نشاهد أن هناك تعزيزات عسكرية، نشاهد أن هناك آليات عسكرية متواجدة وبكثافة، وأيضا عندما وصلت إلى هنا شاهدت أن هناك
دبابات ميركافا أيضا يتم نقلها من أماكن أخرى عفوا إلى المنطقة الشمالية. نعم أدهم، يعني إن كانت هذه الخلية تابعة لحزب الله أو إن لم تكن، هناك يعني رسالة واضحة وأيضا وضحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحزب، لكن يعني كان هناك تعهد بأن يكون هناك رد من قبل حزب الله على العملية الأخيرة في سوريا حيث قتل أحد عناصر حزب الله قبل عيد الأضحى وخلال عيد الأضحى، لا نحن بعد عيد الأضحى ولم يكن هناك رد. هل هذا يقول أنه لن يكون هناك رد من حزب الله بالتأكيد؟ نعم بليغ، هناك أوساط إسرائيلية تتحدث وأيضا أوساط لبنانية تتحدث، أيضا الجميع يتفق ويقول حتى لو لم يكن هناك رد فعدم الرد هو رد بحد ذاته، أن تتأهب إسرائيل بهذه الوضعية وأيضا أن تتجهز، وأيضا الحرب النفسية على الحدود هي بحد ذاتها جزء من هذه الحرب بين إسرائيل وبين حزب الله، وبالطبع من يعبر أو يستطيع مشاهدة تحركات الجيش الإسرائيلي وأيضا الانسحاب إلى مواقع خلفية وإخلاء بعض المواقع العسكرية خشية من أن يكون هناك استهداف هو جزء من الحرب النفسية التي يشنها حزب الله. وأيضا هناك من يقول أن الساحة السورية لا يمكن فصلها عما يحدث في لبنان، إنما هي نفس البوابة، ولذلك هناك خشية في إسرائيل أن يستغل حزب الله هذه الحرب أيضا عن طريق الحدود السورية، ولذلك إسرائيل تتأهب على الجبهتين علما أن هناك حضور لقوات حزب الله في سوريا. أدهم حبيب الله كنت معي من الجولان على الحدود الإسرائيلية السورية، شكرا لك على هذه المداخلة.